يواصل المحتجون السودانيون الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم لليوم الخامس على التوالي. مصادر من داخل ساحة الاعتصام أكدت أن الجيش السوداني استنفر قواته لحماية المداخل المؤدية إلى الساحة بعد محاولات فض الاعتصام ليلا. هذا ودعت المعارضة السودانية الجيش إلى إجراء حوار من أجل ترتيب انتقال سلمي للسلطة، في حين دعا الحزب الحاكم إلى تظاهرات مؤيدة للرئيس البشير في الخرطوم يوم غد الخميس. تزداد وتيرة الاحتجاجات المناهضة للرئيس السوداني عمر البشير وتتسع. الزوار الأحرار. آلاف المتظاهرين يواصلون اعتصامهم خارج مقر القيادة العامة للجيش لليوم الخامس على التوالي. أنصار النظام دخلوا على خط الاحتجاج المضاد. بيان صادر عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم دعا أنصاره إلى تنظيم مسيرة حاشدة ردا على المسيرات الشعبية العارمة. لكن السؤال عن دور الجيش وموقفه من الاحتجاجات بات ملحا اليوم، فهل يتضامن الجيش مع المحتجين؟ مجريات الأحداث السودانية تشير إلى ذلك، وإذا صحت هذه التوقعات فإن فرص عمر البشير للمناورة ستكون ضئيلة يقول متابعون، برغم أنه رجل المؤسسة العسكرية وجاء إلى السلطة بانقلاب عسكري. في السودان يحصل على ما يبدو تلاحم بين المتظاهرين والجيش، فلم يكن عبثا تجمع آلاف المطالبين باستقالة البشير أمام المقر الرئيس للقوات السودانية في العاصمة الخرطوم، قوات يرى فيها المحتجون حليفا ممكنا. السودان ينتفض والجيش ينتفض، شعار يردده المتظاهرون المحتشدون أمام مقر الجيش حسب وسائل الإعلام. يبدو أن الثقة في الجيش لها دواعيها، فحينما حاولت قوات الأمن فض الاعتصام واجهتها وحدات الجيش، كما اختلطت دماؤهم بدماء المعتصمين أمام مقر قيادتهم. محمد حمدان دلجو قائد قوات الدعم السريع المتهمة بالاعتداء على المعتصمين نفى أي علاقة له باستهدافهم. نحن مظاهرات سلمية حضارية محمية بالقانون محمية بالدستور، نحن ما عندنا ما علاقة. يبدو أن معالم دور للجيش قد بدأت في البروز، فالتضامن الذي يبديه مع السكان تتجاوب معه أجزاء كبيرة من الجيش قررت الوقوف إلى جانب المحتجين. وإذا ما تحقق هذا الافتراض فقد يكون للجيش دور حاسم في الصراع على السلطة بحسب متابعين. وقبل متابعة هذا الملف ننوه بالعاجل الذي يردنا، وهو إعلان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو يوم الرابع من تموز يوليو المقبل. إذا بمتابعة للتطورات في السودان معنا هنا في الاستوديو محمد الفاتح النعيم رئيس الجالية السودانية وعضو حزب المؤتمر السوداني المعارض. أهلا بك سيد النعيم. هناك تظاهرة دعا إليها النظام يوم غد بموازاة إشارات أخرى من النظام سنتحدث عنها، ماذا يعني أن يكون هناك شارع في وجه الشارع السوداني المعارض، ولكن خصوصا بعد التصعيد الذي جرى بالأمس وما سبقه؟ أنا بعتقد خطوة النظام البشير لدعوة المظاهرة غدا الخميس هي هروب إلى الأمام وهروب من المتظاهرين أو المعتصمين أمام القيادة العامة، ويحاول إبرز قوته وشعبيته، ولكن هي محاولة فاشلة. ودي شبيهة بمظاهرة قامت قبل كده في عهد الرئيس نميري، وبعد 3 أيام من تلك المظاهرة المؤيدة له سقط. ولكن هل تخشى أن يعني تتضمن أو يكون فيها مواجهات محاولات لإذكاء التصعيد أكثر؟ لأن يعني كان لافتا بيان للشرطة السودانية حينما تقول هناك 11 شخصا قتلوا في وقائع الأمس بينهم 6 من القوات الحكومية، بموازاة معطيات أخرى توردها تتعلق بعمليات نهب، ويعني توحي بأن هناك أعمال الشغب وفوضى تحدث خلال هذه التظاهرات. هنا يعني أسأل عن نظرتك لتظاهرات غدا. طيب، المظاهرات المعارضة لنظام عمر البشير استمرت ل4 أشهر لم تشهد أي حادث بتاع فوضى أو تخريب، فلو حدث أي تخريب غدا الخميس سوف يكون من الجماعة الموالية لعمر البشير، لأن هي محمية
من القوات الخاصة بعمر البشير محنية بالقانون بتاع عمر البشير. فنحن نحذر أنه لو حصل أي اشتباك أو تحرش من المظاهرة المؤيدة لعمر البشير فهي حتكون تحرش بالمعتصمين بتاعنا. هل ترى هناك تناقض بين يعني أو يعني الدفع بين المتظاهرين التابعين للنظام إلى الشارع غدا بموازاة البيان التي أكدت فيه وزارة الداخلية بأن يعني يجب حماية هذه التجمعات السلمية للمواطنين وعدم التعرض لهم، هل ترى هناك تناقض بين هذين الموقفين؟ لا، ما في تناقض. الشرطة السودانية برأت نفسها وإن هي في خدمة الشعب ورفعت يدها من نظام عمر البشير. أما المظاهرة الخارجية غدا دي مربوطة بنظام المؤتمر المطلي وميليشيات العسكرية التابعة للمؤتمر المطلي، ليس على غلها بالشرطة السودانية. هل هذا يعني أن الداخلية تتجاوب مع بيان ترويكا السودان يعني التي دفعت بأن يكون هناك وضع خارطة الطريق لانتقال سياسي سلمي حقيقي في السودان؟ هذا أيضا حدث بالأمس. الشرطة السودانية متجاوبة مع شعبها أكثر من الخارج، رفعت يدها ونفضت يدها لأن هي جزء من الأسر السودانية الموجودة وجزء من الشعب السوداني. أما ترويكا نشكر لهم موقفهم الدولي الذي أدان سلوك النظام، ولكن هذا لا يكفي. مطالبين ترويكا بالمملكة المتحدة وأمريكا والنرويج، هي اللي بتكون ترويكا، أن يضغطوا على الدول الصديقة لهم المجاورة للسودان، لأن هي ما زالت عندها مصالح مع السودان، خاصة الدول المجاورة مصر والسعودية والإمارات. طيب وأنتم تتابعون يعني إشارات النظام تحديدا، موقفكم حتى الآن كمعارضة أو شارع السوداني المتظاهر واضح بأنه يريد أن يتدخل الجيش بشكل أن يكون هو السلطة الانتقالية ليتفاوض معها على السودان الجديد الذي يريدونه، ولكن هل هناك إشارات تصلكم من هذا النظام أو من قيادة الجيش هذه؟ ذهاب المتظاهرين لقيادة الجيش ليس هباء، هم ذهبوا لأنه يتوسمون خيرا في الجيش، لأنه الجيش جزء من الشعب السوداني، فكل الرتب العسكرية ما دون رتبة اللواء وما أدنى ذلك كلها متعاطفة مع الشعب السوداني وهم موجودين معه في المعسكر، وكل الشعب السوداني شبابه جماهير الرياضية هلال والمريخ الفنانين قياداتنا السياسية حزب المؤتمر السوداني قياداته موجودة هناك بقيادة المهندس عمر يوسف الدقير وأبراهيم الشيخ موجودون في الساحة ويقدمون الشهداء، وحزب المؤتمر السوداني مطلوب لهم مستقلين قدم شهيد اليوم اسمه حسن التوم نترحم عليه ونترحم أيضا على شهداء القوات المسلحة لأنهم فدوا المتظاهرين، يعني أترحم على الجندي اسمه أحمد محمود ده مات أمام القيادة العامة بنيران القوات الأمنية التابعة لعمر البشير، فنترحم عليهم جميعا. هل تتوقع في لو ما استمر الوضع على حاله يعني المتظاهرون في الشارع مرابطون في مكانهم وأيضا هناك هذا شبه الدعم من بعض الأجهزة الأمنية، هل تتوقع أن يكون هناك صدام بين الأجهزة الأمنية منها التابعة للبشير بشكل مباشر والمؤسسة الأمنية كقطاع مهني كما تصفونه؟ لو تحدثنا عن جهاز الأمن والمخابرات أنا ما أقدر أعلق عنه أنه هو ممكن يخش في صدام مع جامعة البشير لأنه ستيل تابع لعمر البشير، ولكن جهاز الأمن وميليشيات عمر البشير ممكن تخش في صدام مع الجيش. أما المتظاهرين صغتهم في نفسهم كبيرة بطالبون عدم تصديق أي شائعات، نحن على مقربة من النصر وعايزين طول النفس يحافظوا على سلميتهم وإن شاء الله حننتصر. شكرا جزيلا لك محمد الفاتح النعيم رئيس الجالية السودانية وعضو حزب المؤتمر السوداني المعارض.